وبعدين في النص يتفهموا وبعدين في النهاية يعني to sympathize مع المماليك. هو فعلا الشخصية المملوكية شخصية محيرة جدا صح. وفعلا مليئة بالتناقضات. القانون اللي كان بيحكمهم هو شريعة الغاب، يعني البقاء للأقوى. وبالرغم من كده فهنلاقي إن في جانب إيجابي كبير وجانب إنساني. يمكن ظروف نشأتهم والتجربة الإنسانية اللي هم عاشوها هي اللي خلت إن كل واحد شايف إن عنده القدرة والكفاءة إن هو يصل إلى المراتب العليا، وإنه ممكن يعمل أي حاجة في سبيل إنه يوصل للهدف دوت. هم كانوا شايفين إن كلهم بيرز أو إن كلهم أنداد وإن محدش بيتميز عن حد، وربما ده هو السبب اللي بيفسر لنا ليه رغم إن هم نشأوا بالفعل نشأة في البداية بيعلموهم الأسس الدينية، ومع ذلك كانت النوازع الشخصية بقى أو الأطماع أو الطموحات بتخليهم أحيانا يعني يضعوا هذه الأشياء جانبا من أجل الوصول إلى الطموح. يعني مبدأ الغاية تبرر يعني الوسيلة، بس ده ما يمنعش ان هم في النهاية بشر والبشر يصيب ويخطئ، وزي ما في جانب دارك برضو في جانب برايت. ويعني يمكن دي الحاجة اللي دايما بقولها للطلبة بتوعي، ان اللي بيدرس التاريخ واللي بيتصدى كمان لكتابة التاريخ لازم يكون منصف ويقدم رؤية متوازنة. زي ما بيبص على الجانب السلبي لازم كمان يبص على الجانب الإيجابي في نفس الوقت. فهي دي بس النقطة اللي أنا يعني بتفق مع حضرتك فيها جدا جدا جدا. ويعني أنا أول ما الدكتور أيمن قال كده عرفت على طول إن أكيد حضرتك توغلتي بقى فعلا في تاريخ المماليك علشان تقدمي رؤية زي كده. يعني والله هي دي نقطة يعني يبدو إن الطلبة أو اللي قرأ القصة فيها شوية خلاف يا ريم. اسمحي لي أقول لك يا ريم كده على طول طبعا طبعا شرفني. علشان بس إيه، إحنا هنقول بقى إيه، هنشوط جامد والأسئلة بقت قاسية. أنا عندي سؤالين عكس بعض. كيف استطعت في الرواية أن تكوني حيادية تامة ودون إحساس القارئ بالحيازية سواء للعصر أو للحاكم؟ والسؤال اللي بعده جاي من واحد تاني، لماذا يوجد تحامل تجاه الدولة العثمانية في الحكاية الثالثة؟ ولماذا